نحن جزء من تنظيم القاعدة، نحن هي مبادئنا، نحن صار فينا من يعني نحن يعني غيروا من أمورنا ومن طريقنا ومن مشوارنا. إنه مثلا هلا إسرائيل تعطينا العون، لأنه كونها هي إلى في حروب، يعني مثلا مع سوريا، مع حزب الله، مع مثلا أمريكا غيرت مثلا تعاطفها. How is the relation between you and the United States? Is the United States supporting the rebels? لا تدعم ال يعني تدعم ان احنا الولايات المتحدة رضانا عليها ما كما يجب. هلا هي تدعم الدول اللي دعمتنا، يعني عندها ارضاء يعني انه، ولكن هي دعم مباشر. نحن لازم تعطينا مثلا اسلحه متطوره اكثر من هيك. كسبنا المعارك نحن في الصواريخ، هي تاو اللي يعطونا اياها. نحن يعني اخذنا استراتيجيه جيده مع النظام، يعني صار عندنا توازي، لان نحن لنا يعني الدبابات اللي اجتنا من ليبيا دبابات عن طريق تركيا، اجتنا بي ام بيات، ويعني كان للصواريخ التاو الامريكيه هي اللي خلتنا يعني انه نسيطر على بعض المناطق. كانوا عندنا ضباط، لان احنا منقطع الطريق وتحاصرت، كان نحن عندنا ضباط اتراك قطريين سعوديين، في اسرائيليين، في امريكيين. هلا نحن لا واقفين معنا، الامريكان واقفين معنا، مو بشكل يعني نحن يعني كما يجب. ترسل لنا مجاهدين وتسهل لهم العبور الينا، لماذا لم تدعمنا؟ نحن يوجد عندنا مجاهدين كثر، في من ألمانيا، في من فرنسا، في من بريطانيا، في من أمريكا، في من كل الدول. Do you have in Jabal al-Nusra here in Aleppo also mujahideen from Europe? كثير. What do you think about the ceasefire? نحن لا نعترف بالاثنين. نحن عم نعيد انتشارنا شوفنا شن هجوم كاسح على النظام في الأيام القليلة القادمة. اللي اجى قائد الفصيل هن كله جبهه نصرة، بس اللي اجى انا مثلا سويت تشكيل سميته مثلا بجيش الاسلام، فتح الشام، فتح الكذا، ولكن هو العقيده والهذا كله فين مقاتل. انا عملت بالاساس مثلا تشكيل فتح الشام، عملت مثلا جيش الاسلام، عملت احرار الشام، مجاهدين صاحبين عقيده وصاحبين افكار، ومثل ما عقيده النصرة هن عقيدتهم.